في الحقيقة التقدم ده كان متوقع. حركة طالبان أعدت نفسها بشكل جيد، ظلت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل براجماتي طوال عامين، في محاولة منها لتشتيت الدولة الأمريكية وتشتيت استراتيجيتها فيما يخص أفغانستان، وأعتقد تحقق لها ما أرادت بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن إخلاء أفغانستان من القوات الأمريكية في أطول احتلال في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. حركة طالبان استغلت هذا الأمر بشكل جيد، استعدت ليه بشكل جيد من خلال قيامها بتمهيد الأرض في أكثر من 150 منطقة في أفغانستان، المناطق اللي كان لها سيطرة واسعة فيها باعتبار يعني وجودها المتوسع في وسط البشتون، حقيقة البشتون. وبالتالي التعامل دي كلها ما نراه الآن، احنا شايفين تقدم في بلخ وفي بولاق وفي مناطق تولاك وفي غور وفي غيرها من المناطق الأفغانية، دي كلها بتقول إن حركة طالبان عدت نفسها بشكل جيد للسيطرة على أفغانستان خلال الفترة القادمة. لم يبقى لها إلا نصف المناطق في أفغانستان تقريبا، هي سيطرت تقريبا على حوالي 40% من الأراضي الأفغانية. فبالتالي أنا في تقديري الدولة الأفغانية والجيش الأفغاني والنظام الأفغاني كله على المحك، لأن أفغانستان بهذا الشكل ستكون على وشك السقوط الكامل في نعم، يد حركة وبالتالي ذلك طالبان. يظهر اليوم عدم قدرة يعني وقوف الحكومة الأفغانية بواجه طالبان. بالتالي كما قلتم بأن هذا التقدم كان متوقعا في بداية حديثكم أستاذ مصطفى، بالتالي إذن اليوم ما سبب استمرار واشنطن في سحب قواتها في ظل هذا التقدم الذي يحرزه طالبان، وتقولون بأنه من الممكن أن يعني يقوم بالسيطرة على كامل أفغانستان؟ الولايات المتحدة الأمريكية كانت في الإدارة السابقة بقيادة ترامب كانت بتعتبر إن وجود قوات أمريكية خارج كل الأراضي الأمريكية سواء في الشرق الأوسط أو في وسط آسيا أو في حتى كوريا وتايوان بتمثل عبء ضخم على الدولة الأمريكية، وبالتالي كان ده بيستلزم انسحابها او انسحاب القوات الامريكيه من هذه المناطق. كان التوجه واضح جدا في اداره ترامب لهذا الامر، لكن عقب تولي جو بايدن مقاليد السلطه كان متوقع ان الولايات المتحده الامريكيه تغير من هذه الرؤيه اللي انفرد بيها ترامب باعتباره كان شخص بيدير الامور بعقليته فقط وليس بعقليه الاداره الجمهوريه. لكن اللي حصل ان الامريكان أو إدارة الديمقراطيين نظرت إلى أفغانستان كعبء على الولايات المتحدة الأمريكية، وإن تواجدها في هذه المنطقة بيكلفها الكثير سواء في القتل لكن أيضا الأمريكيين يعني أو في دعم تم السلطات يعني المحليين. يعني لنقل إن تم يعني سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بشكل كامل، ذلك أيضا سيؤثر على المنطقة بشكل كامل أستاذ مصطفى. بلا شك أبعاد سيطرة طالبان ستؤثر بشكل ملحوظ على الأوضاع في منطقة وسط آسيا بالكامل. لك أن تتخيلي أن سينحصر الصراع في أفغانستان ما بين حركة طالبان وما يسمى ولاية خراسان الداعشية، وسيستمر السجال والمناوشات بينهم في هذه الدولة المهمة في وسط آسيا، بالإضافة إن هناك امتدادات عرقية وامتدادات إثنية تمتد في باقي دول وسط آسيا زي كازاخستان وطاجكستان وغيرها من الدول الموجودة في الوسط الآسيوي. هتبقى أفغانستان بؤرة جذب لصراع جديد ما بين الإسلاميين، هيكون مشابه لحد كبير ما للصراع اللي تم ما بين في فترة سابقة ما بين حركة جبهة النصرة وتنظيم داعش نعم، في سوريا وبين بقايا تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في أفريقيا الوسطى وغرب أفريقيا. وبالتالي أفغانستان مرشحة لأن تعود مرة أخرى إلى بؤرة الأحداث بهذا الشكل. كل هذه الأمور في تقديري بتخدم التيارات القاعدية، التيار القاعدي في المنظومة الجهادية الإرهابية الدموية في العالم،
التيار الداعشي في المنظومة الجهادية الإرهابية في العالم، وأيضا تيار حركة طالبان باعتبارها جماعة تتبنى رؤية وأيديولوجية تميل إلى التشدد والتطرف فيما يخص الدين الإسلامي. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. ضيفي من القاهرة الأستاذ مصطفى أمين، باحث في الجماعات الإرهابية.